ولكن دكتور توم، في 19 انتخابا نصفيا في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار التاريخ، يعني خسر من كان في السلطة ل17 مرة. إذن الديمقراطيون في حالة دفاع والجمهوريون في حالة هجوم، هذا متوقع، ولكن كيف ستتأثر الولايات المتحدة على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى السياسة الخارجية إذا ما استطاع الجمهوريون السيطرة على الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ؟ هلا بالنسبة للسياسة الخارجية هنالك فرق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو تقريبا يضع الميزانية للدولة. على سبيل المثال يعني سيتفاوضون مع الرئيس بايدن، هل تريد ميزانية وتحويل أموال إلى هذه الولايات أما ستبقى على الذهاب إلى الاتفاق النووي مع إيران مثلا؟ سيعطوه الخيار. أنا أتصور يعني حيالله قيود من مجلس نواب هو ضد الرئيس، سيتصرف حسب رغبة المواطن الأمريكي وليس حسب التوجه السياسي له. أما بموضوع مثلا أوكرانيا كمان سيحطوا يضعون شروط، لماذا لم تطلب اجتماعا للتفاوض بين بوتين وزيلينسكي عوضا عن الاستنزاف الذي حصل؟ سيضعوا عليه شروطا لبدء مفاوضات ربما، وهذا ما يخدم المصالح الدولية. سيضعون مثلا، أنا بتصور مثلا أول شيء سيفعلونه كمان النواب الجدد في الكونغرس من الجمهوريين معهم اللجان ويبدأون التحقيق كيف كانت كورونا، من أين أتت هذه الجائحة، لماذا، وكل مواصفاتها. وسيكون ويجب أن يكون تدقيقا، ويجب أن يحاسبوا من كان وراء كورونا. وعلى ما يبدو دكتور توم بأن من يتمكن من الوصول إلى هذا المكان يستطيع تشكيل لجان التحقيق. إذن إدارة بايدن ستكون يعني وستراجع بكل صغيرة وكبيرة، بدءا من كورونا والانسحاب الفوضوي من أفغانستان وحتى الدعم العسكري لأوكرانيا وأيضا المفاوضات النووية مع إيران. طبعا كل هذه اللجان ستحقق في سياسة بايدن وكل هذه الملفات، وخاصة كذلك المنصات الكبرى مثل جوجل، تويتر، هؤلاء الذين يتواطؤون دائما مع الحزب الديمقراطي، سيضعون شروطا جديدة عليهم، هذه الشروط لم تضع منذ سنة 1992. كذلك سيحققون مثلا بهانتر بايدن ابن الرئيس بايدن وعلاقته مع الصين وأوكرانيا، سيكون هنالك ملفات عديدة يبدأون بالتحقيق معها ضمن اللجان الذين يسيطرون عليها في مجلس النواب. هلا إذا حصل ذلك في مجلس الشيوخ هذا جيد، ولكن مجلس الشيوخ أين قوته؟ مجلس الشيوخ قوته غير أنه هؤلاء النواب الأعضاء هم مخضرمين بالسياسة الخارجية كذلك، وإنما باستطاعتهم أن يوافقوا على معظم سفراء أمريكا لدول الخارج عندما يعينهم الرئيس، وثاني شيء يوافقون على القضاة الفيدراليين، يعني عوضا عن الرئيس بايدن أن يطرح أسماء قضاة ليبراليين ولم يوافقوا عليهم، سيطرح قضاة وسطيين، وهذا لمصلحة أمريكا.